عمر نايس تو فاينلي ميت يو. نحن بنضل على اتصال بس اول مره هون بالعلا لإلي والاكسبيرينس كثير حلوه لانه هالمحل بتحس فيه تجربه مختلفه كليا من وين ما كان. يعني اتس ا فيري سبيشال بليس صح. اتس ا يونيك بليس. انا اول مره جيت على العلا فور مي حسيته مارس ما اعرف ليش. ايه صح مثل كلوز انكاونتر اوف ذا ثيرد كايند وهيك. ايوه انا بتعرف ايش نفسي اسوي ستار وورز العلا. ايه ما اعرف احس كذا في هذا السيم فايب اند اتس ا فيري يونيك اكسبيرينس فور مي. انا اول مره جيت اولموست جيت امس اتس يونيك. لازم نتلفن لريدلي سكوت ولا جي جي ايبرامز نقول لهم هيدي لوكيشن سبيشال. بفتكر يعني هاللوكيشن بالمستقبل بتكون لوكيشن لافلام ساي فاي ومارشنز اند اول ذيس ثينجز. حابينك كيف حضرت للبرفورمانس خاصة مع مكان مميز وسبيشال مثل هيدا، كيف بتأثر على الأداء تبعك؟ يعني هو يوجوالي ماي برفورمانسز زي اي سينجر دي هاف ا سيرتن سيت، بس انا فور ازيموث كان شوي مختلف عن العاده. يعني حط شويه عود انسترومنتس ويتش ماي ساوند دزنت كوب وذ ذات، بس اي ديد سيرتن ميكسز فور ات. حطيت اشياء شويه عربيه جست تو فيل ذا اورينتال فيل اوف ذس كونتري. شو الانفلونسز تبعولك؟ لايف. Well, life yeah. is a good one. Yeah, life. When I travel, I get really inspired. أنا أحب أتعلق بين السماء والأرض في الطيارة ما أعرف ليش. I just gaze through the window, makes me rethink كل شيء اللي بسويه. حلو. The sound. Yeah. هالأيام الناس ما بيحبوا الطيارات كتير بس it's okay. وفاينالي عن الاكس يلي كمان موجودين بالازمه فيستيفال، انا بالنسبه لي جون ميشيل جار بايونير اوف ايفريثينج. كنت فان له قبل وكيف اشتغلت معه؟ ديفينتلي انا لسه ما قابلته باي ذا واي، بس هيز ا ليجند اند انا بالنسبه لي يعني تو بي وذ هيم هنا اتس شرف ليا. وكمان اي جست مت تايني تيمبو از ا ريلي كول جاي فيري هامبل. ذا تشين سموكرز ما شفتهم لسه، ام ا فان تو ذم، بس اتس سمثينج نايس.